صفحة جديدة بمجلتنا الاجتماعية، وهالمرة حدث إنساني مشاهدينا. جمعية جلوب جامبرز عم بتقوم بعمل خيري بدولة بوروندي الأفريقية. تفاصيل أكثر عن هالحدث والمغامرة مع ضيفنا نادر دياب. أهلا وسهلا فيك نادر. ميرسي كثير استقبلتونا على الشو. يعني very happy أنه أطلع على الشو لأقدر أحكي عن الجمعية اللي بلشناها أنا وعماد. جلوب جامبرز سنة طالعين على ام تي في مرتين. صحيح، استقبلناكم سابقا، ونحن دائما بنبسط انه نستقبل شباب مثلكم نادر، لانه بدنا اياكم انتم تكونوا مثال او عبره لغير شباب حتى يقوموا باعمال مماثله. اللي عم تعملوه اكيد بيستاهل كل التقدير. انت قصتكم كثير مهضومه وحلوه، لانه بلشتوا كاصدقاء بتحبوا تسافروا سوا وحولتوها لجمعيه انسانيه خيريه. خبرنا كيف بلشنا انا وعماد نسافر من 6 سنين، نسافر سوا، ومن سنتين حبينا انه نعمل من السفر تبعنا اذا فينا مطرح ما نروح نقدر نساعد العالم. وهديك السنه سافرنا مع ايا اخت لعماد اللي هي بتريزو، عندها تريزومي 21. سافرنا معها، عملنا منغوليا والصين، وحكينا عن البروجرام، حكينا عن السفره اللي عملناها، وعم نعمل فيديو عن هذا الشيء لنقدر نبرهم انه العالم اللي عندها بروبلم، عندها حيلا اعاقه ولا عائق، بيقدر يسافر، بيقدر ينبسط مثل حيلا الانسان. هالسنه اجينا كان عندنا اوبورتيونيتي انه نقدر نروح على افريقيا لنقدر نعمل مدرسه للاطفال اللي كمان عندهم امراض عقليه براسهم، اذا كان تريزومي ابيليبتيك ولا حيلا. انتم دائما بالجلوب جامبرز نادر بتختاروا دول من بين دول العالم الثالث، يعني امبوفرشد كونتريز. بنفضل نروح على بلاد فقيره، بلاد ما فيها كثير طبابه مقدمه، لنقدر قد ما فينا نساعد هنيك. لانه اذا جينا على بلاد متحضره ولا مثل اوروبا، ولا اذا رحنا على امريكا عندهم الفاسيليتي انه يقدروا يساعدوا. يعني من وراء تجربتكم مع اخته لعماد اكتشفتوا شيء عن حالكم، اولا انه عندكم هالروح الانسانيه، وثانيا انه فيكم تسافروا وبنفس الوقت تقوموا بعمل خيري. هيدي اللي صار، هو انه نحن كنا دائما نحب وين ما نروح، حتى لو رحنا على البلاد الفقيره ولا حيلا بلد رحنا عليه، نتاقلم مع العالم، نعيش مع العالم، نفهم اكثر الكولتور، غير انه تختبروا حياتهم كمان. شو وصلكم على بوروندي؟ وصلنا على بوروندي انه خالته العماد اللي هي حكيمه كانت على بالها تعمل بروجي، فاتحه اسوسياسيون بلبنان اسمها هانديكاب ليبان. قررت تفتح ذات الفونداسيون ببوروندي. سو انا وعماد كجلوب جامبرز عنا عالم بيتابعونا، عملنا فيديو وطلبنا من العالم اذا بيقدروا يجوا معنا على بوروندي. بيتابعوكم على السوشيال ميديا؟ بيتابعونا على السوشيال ميديا، عنا فيسبوك، عنا ويب سايت، بيتابعونا على السوشيال ميديا. سو عملنا فيديو، كان في كثير عالم عم بيقولوا يجوا معنا، بس عملنا الفيديو اجانا كثير عالم قالوا لنا نحن عبالنا نجي معكم. فولنتيرز، متطوعين. اكيد نحن طلبنا انه فولنتيرز لانه ما بنقدر ندفع. عملنا فند ريزنج، جمعنا مصاري، المصاري اللي جمعناها جمعنا تقريبا حوالي 4500 دولار. المصاري اللي جمعناها صرفناها هونيك، جبنا برينتر وكنا عم نطعمل الاولاد، وكنا بنفس يعني الوقت يعني هيدي جمعتوا تكلفة سفركم؟ تكلفة السفرة، بس انه لنقدر نصرف هونيك، يعني مش سفرتي ولا ادفع لإلي ولا لعماد ولا لبينيفول، لنقدر نصرف المشروع كله، تنفيذ المشروع كله. وهون عم نشوف النتيجة، يعني وين راح التمويل؟ نعم، يعني هون هول الاولاد. نحن عملنا ابل على الجرايد وبالصحف للاهالي اللي عندهم اطفال عندها هانديكاب انه يجوا على المدرسه. نحن كنا مدرسه اسمها ليسي سانت اسبري ببوجومبورا بالعاصمه. هيدي مدرسه استلمتوها انتم؟ مدرسه استلمناها، رممتوها نوعا ما، رممناها. كان في اوض فاضيه، نحن رحنا نظفنا الاوض، زبطنا الطاولات، وجبنا الاولاد، اخذنا معنا شنط، كل واحد اخذ معه شنتين معبيين غراض بين العاب وكتب واقلام لنقدر نشتغل مع الاولاد. وعملنا 5 اتوليه لنشتغل على الفايف سنسز تبع الاولاد. كم ولد استقبلتوا؟ استقبلنا نحن عملنا جمعتين، اول جمعه استقبلنا 100 ولد، ثاني جمعه استقبلنا 90 ولد. واعمارهم كيف تراوحت؟ اعمارهم بين 5 سنين، وكان في اولاد عمرها بين 29 و30 سنه. هون كنا اذا عم تشوف الصوره كمان، نحن كنا انا وعماد متكلين انه كفلنا انه نجيب اكل ونطعمل بينيفول الفولنتيرز اللي اجوا معنا، ونطعمل الاهالي ونطعمي اكيد الاولاد. يعني مش بس اهتميتوا بالاطفال، انما كمان تقريبا العائله كلها. العائله هي اكثر، نحن كنا نعمل توعيه لنفسر كمان للاهالي، لانه الاطفال بافريقيا خصوصا ببلد مثل بوروندي اللي عندهم هانديكاب منتال، بفكروا انه عليهم ما في توعيه حول هالنوع من الامراض، فبيعتبروا في نوع من الشعوذه او من الشعوذه، وفي اولاد بيضربون اهاليهم ولا بيتركون لحالهم. نحن رحنا اخذنا جبنا قدرنا نجيب كمان معنا بسيكولوج فرنسوي من كندا، وكانت هي عم تعمل اتوليه كل يوم للاهالي لتفسر لهم وتخبرهم
سيانتيفيكمون انه تشرح لهم شو هي الحاله اللي عندهم اياها اولادهم. اكزاكتلي سو تشرح لهم اكثر انه شو المرض اللي عندهم اياه والاهالي يقدروا يتقبلوا اكثر الاولاد. واخر جمعه عملنا في اخر جمعه بعد جمعتين اللي جمعنا فيهم الاولاد عملنا مثل كارمس عزمنا كمان اخوات الاولاد واهاليهم وعمومهم كلهم ليقدروا كمان يجوا ويلعبوا مع اخواتهم ليعرفوا كمان انه حتى لو خيك عنده مشكله براسه ولا حتى لو خيك ابيليبتيك ولا تريزومي بيقدر يتاقلم بيقدر يلعب معه بيقدر يعيشوا سوا حياه شبه طبيعيه والميسيون كل السؤال اللي بيسالوني اياه العالم دائما بيسالوني اياه انا وعماد انه طب اوكي انتم فليتوا رحتوا على افريقيا هلا فليتوا ما في حدا بس رحنا بس وصلنا لهونيك لقينا انه في جمعيه تعمل زيت الشيء بس بعد بدهم العالم بدها فورماسيون بدنا نفسر لهم اكثر سو اخذنا كل الاغراض اللي اخذناهم معنا والمصاري اللي بقيت سلمناهم ياهم عملنا لهم فورماسيون نوع من التاهيل او التدريب دربناهم وعطيناهم اغراض بيقدروا يساعدوهم اكثر وعلمناهم كيف اكثر يتحضروا اكثر يعرفوا يتعاملوا مع الاولاد لانه طبعا هن لقلهم بدهم يساعدوا الأطفال بس ما عندهم فورماسيون لأنه الدولة ما عندهم المعرفة ما عندهم المعرفة وما عندهم يعني الإمكانيات المادية مية أولا وهون عم شوف مشاهد كان عنا كان أكيد عنا كان في المري فتحنا مثل إذا قدي بقيتوا ببروندي بقينا شهر بقينا أكشلي ثلاث تجميع أول جمعة وصلنا عليها حضرنا هيئنا زبطنا المدرسة وزبطنا المدرسة واستقبلنا أول جمعة ماريا كانت عم ماريا لبنانية حقول أنه إجت معنا وحدة لبنانية هي لبنانية الوحيدة اللي لبنانية كانت معكم كم فالنتير كان شي 30 لا كنا 15 بنيفول إترانجي وكان في 15 بنيفول معنا من بروندي قبلوا يجوا يساعدونا وعم نحكي من عدة دول حول العالم مش بس لبنان اجا معنا سويسرية كندية بلجيكية اجت معنا لبنانية انا وعماد لبنانية انا بعدني بسافر بالباسبور اللبناني مع انه صار لي 9 سنين عايش بكندا وعماد بسافر بالباسبور الكندي ماريا اجت معنا وكنا كثير مبسوطين انه اجا معنا على القليل حدا لبناني لقيت ومن خلفيات مختلفة هالمتطوعين من خلفيات متخلفة انا عامل بيوميديكال عماد بعده عم يعمل جيوغرافي كل واحد ماريا عامله سينماتوغرافي كان كمان معنا حكمه كان معنا حكيمين ان كيس صار مع شيء مع الاولاد يعني صحيح ما قضيت وقت كثير ببوروندي بس واضح من الصور نادر انه بالفعل قدرتوا تعملوا فرق كبير بحياه هالاطفال وكمان عائلاتهم من هنيكم على هالمبادره وان شاء الله تقدروا تقوموا بكثير مشنز لشو انتم بحاجه سريعا انا بس حابب اقول للعالم اذا بيقدروا يزورونا على الويب سايت تبعنا هو www.theglobejumpers.com عنا بنضلنا نعمل تريبس نيكست تريب رح نعمل تريب رح نجرب نروح فيها نعمل كمان فند ريزنج ونقدر نسافر نقدر نسافر على البلاد العالم اللي حابين اجاني كثير مستجات من اللبنانيه بلبنان عبالهم يجوا معنا سو اول ما اعمل فيديو يطلع اونلاين بحب اعزم كثير لبنانيين يجوا معنا بس بعد شغله وحده انا بشتغل مع دوني سان كونتي مش بشتغل معهم بس وين ما سافر باخذ لهم الفلاير تبعهم دوني سان كونتي هلا عاملين مثل توعيه بدهم 10,000 دونر جديد ليقدروا يتبرعوا بالدم لانه نتبرع بالدم بهالدنيا كثير مهم لنقدر نساعد غيرنا طالبين بدهم الايم تبعهم البيت تبعهم انه يعملوا 10,000 دونر ب 10 اشهر سو اذا فيها العالم تفوت على الويب سايت تبعهم dsclebanon.org ويتسجلوا ليقدروا يعطوا دم ويكبروا هالعائله اللي هي عم تساعد كل هاللبنانيه بلبنان حلو كثير هالشغف اللي عندك نادر منهنيك على الروح الانسانيه اللي عندك وشفنا شو قدرت تعمل ب 4500 دولار وان شاء الله تتلقوا دعم كبير اللي انتم بحاجه له ثانك يو لك ثانك يو هابي بيرثدي لعماد يوم عيد هابي بيرثدي عماد موجود بكندا وقفي مشاهدينا ومنرجع